صلي وسلم على من أرسلته لنا وللعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن أهله وأصحابه وعنا معهم يا رب العالمين. منذ أن بدأنا بالحديث عن سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وبدأنا بسيدهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي جرى الله أو أجرى الله تعالى على يديه من الخير ما أجرى، قدر الله تعالى أن ندخل في تفاصيل عديدة كلها يتعلق بسيرة هذا الرجل العظيم، ومن ثم بما قدر في عصره أن يجري من أحداث كبيرة. وقلت في نفسي إنني لو اقتصرت على حديثي عن شخصية أبي بكر فقط دون ما جرى في عصره لا يكون هذا تفصيلا كاملا متعلقا بهذا الشخص العظيم، وبالتالي صار بحثنا بحثا متعلقا بذلك العصر كله، لا يقتصر على أبي بكر فقط، وإن كان محور الحديث الأصلي هو أبو بكر الصديق وشخصيته العظيمة رضي الله تعالى عنه، لكن عصره كان عصرا عظيما مليئا بالأحداث الكبيرة التي كلها يهم المسلمين، ولا بد لنا أن نتعرف ولو إجمالا على ما جرى في تلك العصور العظيمة، وبخاصة من ابتلاءات تعرض لها المسلمون بعد الوفاة النبوية، وكيف صبروا وثبتوا، ومن ثم جعل الله تعالى الخيرات والفتوحات على أيديهم. قدمت منذ أيام أيها الأحبة ذكرى المرتدين الذين انحرفوا عن طاعة الله بعد الوفاة النبوية، ثم ادعى بعضهم النبوة كمثل مسيلمة الكذاب وطليحة ابن خويلد وسجاح والأسود العنسي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد كيد هؤلاء جميعا عن المسلمين كلا بطريقة ووسيلة. وسبقا بينت أيضا أن أبا بكر قد قسم جيوشه إلى 11 فصيلة، كل فصيل من هؤلاء وجهه إلى منطقة، وكان اللواء الأول إذا انتصر ينتقل لمساعدة اللواء الآخر أو الآخر، وكان أن قدر الله تعالى في شأن البحث الأخير ذكرى قتل مسيلمة الكذاب الذي كان أخطر المرتدين بل وأخطر المدعين المتنبئين الكذابين، وقد اجتمع حوله ألوف مؤلفة من البشر. فلما تم هذا الفتح للمسلمين كان هناك أحد حملة اللواء الذين وجههم أبو بكر رضي الله عنه إلى إحدى البلاد التي وقعت فيها ردة أيضا، ألا وهي أرض البحرين. البحرين في ذلك العصر يا أيها الكرام لم تكن كمثل زماننا هذا، كانت تشمل بلادا عديدة من بلاد ما يسمى في زماننا بالخليج العربي. البحرين كانت أكبر من وصفها الحالي الآن، فكانت تشمل أقطارا عديدة، وكان عليها ملك يدعى المنذر بن ساوى. في العصر النبوي الشريف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة أو في مطلع العام السابع من الهجرة مجموعة من أصحابه أن يحملوا كتبا ورسائل ليبلغوا بها دعوة الإسلام إلى ملوك الأرض المشهورين في عصره. أرسل رسالة إلى هرقل، أرسل رسالة إلى كسرى، أرسل رسالة إلى المقوقس، هرقل ملك الروم، كسرى ملك الفرس، المقوقس ملك مصر، إلى النجاشي ملك الحبشة. وقد قلت سابقا إن هذه الكلمات كلها ألقاب ليست أسماء، سواء كسرى أو قيصر أو المقوقس أو النجاشي هي ألقاب تعني الملك الكبير، وإلا فلكل واحد منهم أسماء. بعث بهذه الرسائل يدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام، هؤلاء الملوك الكبار المشاهير، وبعث أيضا إلى بعض الملوك الذين كانوا أقل منهم في وزنهم وقوتهم. كان أحدهم أو أحدهم هو المنذر بن ساوى، هذا الذي كان يحكم البحرين في عصره، وحمل الرسالة النبوية إليه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. انطلق بالرسالة، وصل إلى هذا الرجل، بلغه الدعوة،
سأله المنذر عن الحياة النبوية وشأنها وتفصيلاتها، فشرح له العلاء. وقدر الله تعالى أن يسلم المنذر بن ساوى بإذن الله تعالى ويبايع العلاء على الإسلام. وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك، وأقر المنذر بن ساوى على البقاء في حكم البحرين في مدة حياته. وكان أن بقي هذا الرجل على إسلامه ويدير تلك البلاد إلى أن كان عصر خلافة أبي بكر رضي الله عنه، في أولها توفي هذا الرجل، تملك بعده ابنه، وحصلت مظاهر الردة في الجزيرة العربية، فكان ابنه أحد الذين ارتد، وارتد معه كثير من قومه. بعض هؤلاء القوم ثبتوا على الإسلام، كان فيهم رجل اسمه الجارود بن المعلى. الجارود هذا شخص جاء مع الوفد الذي قدم من أرض البحرين إلى المدينة المنورة ليبايع ويسلم، فكان صحابيا. وقد قلت لكم إن المسلمين في الجزيرة في ذلك الوقت كانوا قسمين، قسم جاء إلى المدينة فرأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه وكلمه فيسمى صحابيا، وقسم أسلم على يدي هؤلاء لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد من الصحابة وإن كان حيا وموجودا في العصر النبوي، لكنه أسلم بالسماع. العلماء يعرفون الصحابي فيقولون هو كل شخص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به في حياته، رآه. قالوا ولو لحظة، لو رآه دقيقة واحدة وكان مسلما يعد صحابيا. فأما من لم يره وقد يكون حيا في زمانه وآمن به لكن لم يره، لا يعد صحابيا، يعد تابعيا. الجارود بن المعلى هذا كان أحد الوفد الذين قدموا من أرض البحرين إلى المدينة ليبايع، فرأى تلك الطلعة البهية الشريفة، طلعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء من قديم يا أيها الأحبة قالوا كلاما عجيبا في هذه القضية، كان لتأثير هذا المشهد الذي رآه هؤلاء الناس وقع أشبه بالسحر، يسمونه السحر الحلال، وقع أشبه بالسحر في نفوس من رأى تلك الطلعة الشريفة. ما من أحد جاء فرأى ثم رجع فارتد إلا أندر من النادر. معظم المرتدين أناس ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان من الذين رأوا، فلما ارتد كثير من قومه بأرض البحرين وقف فيهم خطيبا، قال يا قوم أنشدكم الله إلا أجبتموني، أتعلمون أن الله أرسل رسلا قبل محمد؟ قالوا نعم. قال فما حل بهم؟ قالوا ماتوا. قال أفترون ذلك أو تسمعونه؟ أنتوا شفتوهم وقت ماتوا، لسمعتوا أنه بعثوا وبعدين ماتوا؟ قالوا بل نسمعه. قال أفتصدقون أن رسلا لم تروهم بل سمعتم بشأنهم بعثوا وماتوا ولا تصدقون أن محمدا قد مات؟ هم كانت أحد أو إحدى الشبه التي قامت عليها ردتهم أن قام فيهم بعض الضالين فقال لو كان نبيا ما مات، هذا نبي هذا مميز كيف يموت؟ فقال أتصدقون بأن هؤلاء رسل الله وماتوا وهذا مثلهم فقد مات؟ وأنا والله، هو يخطب فيهم، وأنا والله لا أغير ديني ولا أبدله وإني ثابت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال كثير ممن أراد أن يرتد ونحن معك ثابتون. فثبت الله تعالى بهذا الرجل الصالح الصادق نفوسا كثيرة من أهل تلك البلاد. لكن ملكهم كما قلت الذي تملك بعض أبيه وعدد من الناس آخرون لم يقتنعوا بهذا الكلام فمضوا في شأن الردة. فكلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه العلاء بن الحضرمي ذاته الذي حمل الرسالة فيما قبل إلى تلك البلاد لأنه خبير بشؤونها، كلفه بالذهاب إليها ليقاتل هؤلاء المرتدين.
وينطلق هذا الرجل العظيم، والعلاء رجل له شأن عجيب وإن لم يكن اسمه كثير الشهرة بين الناس. لما قارب ذلك المكان التقى به الجارود بن المعلى هذا الذي ذكرناه، فانضم إلى جيش العلاء. التقى به الثمامة بن أثال وهو الصحابي الشريف الصادق الذي كان مع خالد بن الوليد لما قاتل مسيلمة، وهذا من قبيلة مسيلمة لكنه أيضا ثبت على الإسلام، ثمامة بن أثال. توجه العلاء بن الحضرمي فوصل إلى أرض البحرين، وحصلت هناك منازلات بينه وبين المرتدين بأرضها، وجرت معه حادثتان من أعجب الحوادث في تاريخ الإسلام. أولاهما أنهم كانوا هو وأصحابه من الجنود في ليلة مظلمة باردة، واشتدت عليهم الريح فنفرت إبلهم. الإبل ما عادت تسكن من شدة الهواء والرياح والبرد، صارت تنفر فتلقي من عليها إلى الأرض. فألقت الرجال بحمولتهم بسلاحهم بمائهم بطعامهم إلى الأرض، وكانت الدنيا مظلمة فحملت الريح أيضا طعامهم ومتاعهم وشؤونهم فألقته بعيدا، فما أصبح عليهم الصباح إلا ونظروا فلا يجدون شيئا، لا سلاح لا عتاد لا طعام لا شراب ولا إبل، وهم في صحراء منقطعة يلتفتون أين يذهبون وين يروحوا إلى أي مكان يلتجئون، لم يجدوا مكانا. فقال بعضهم لبعض: يا قوم صلوا وتودعوا من بعضكم، من أين نذهب وإلى أين نذهب وعن ما نبحث؟ فقال لهم العلاء: لا والله، يا قوم لماذا خرجتم؟ قالوا: لإعلاء كلمة الله. قال: في سبيل من خرجتم؟ قالوا: في سبيل الله. قال: فإن الله تعالى لا يضيعكم. اجتمعوا فاجتمعوا، تطهروا توضأوا فتوضأوا. صلى بهم ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء وجعل يدعو، وكان الوقت عند صلاة الفجر. صلى بهم الفجر ثم رفع يديه يدعو الله تعالى، دعا بدعاء كثير طويل، وكان الناس كلما دعا يلتفتون، هل يرون شيئا في السماء؟ هل يرون أحدا في الأفق؟ هل يرون شيء؟ ما يجدون شيئا. ويدعو الرجل بدعاء آخر، ويلتفت الناس بعد فراغه من الدعاء فلا يجدون شيئا، وكان الوقت قد قارب طلوع الشمس، هم يدعون من بعد الفجر إلى ذلك الوقت. فدعا بهم دعاء كثيرا في الآخر، وهو يلح في الدعاء، وهم يشتدون معه في الدعاء ويكثرون من التضرع إلى الله عز وجل. قال: فما فرغوا من دعائهم إلا وكانت الشمس قد بزغت، وإذا بإبلهم بأحمالها قد رجعت إليهم، وعجب القوم، لكنهم تذكروا كلاما كانوا قد سمعوه ونسوه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا للعلاء بن الحضرمي أن يستجيب الله دعاءه، كان أحد مجابي الدعوة من الصحابة. البارحة ذكرنا أحدهم، إذا كان أحد يذكر، الله يفتح عليكم، البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. اليوم هذا الرجل الثاني من مستجابي الدعوة، وقد ألف العلماء قديما رسائل سموها مجابو الدعوة، سواء من الصحابة أو من بعدهم، من الأناس الذين كان لهم مقام وقرب عظيم لله عز وجل. العلاء بن الحضرمي هذا كان أحدهم. يطمئن القوم ويتوجهون لقتال أعدائهم بعد ذلك، يلتقون بهم مرة أخرى ويقاتلونهم قتالا مريرا، ويقدر الله تعالى لهم النصر فيكشفون أعداءهم ويلاحقونهم. أعداؤهم أهل تلك البلاد فروا أمامهم، وصلوا إلى البحر، كان العدو قد جهزوا سفنا عند شاطئ البحر ينتقلون بها من مكان إلى مكان. عند الشاطئ كانت هناك جزر قريبة يلتجئ إليها الأعداء،
وكان الأعداء قد توقعوا أن لا يتحقق لهم النصر، فوضعوا السفن قريبا من الشاطئ، بحيث إذا تراجعوا وانسحبوا يرجعون إلى سفنهم فيدخلونها وتنقلهم إلى الجزر القريبة. وهذا ما حصل، انتصر المسلمون وكشفوا الأعداء وهربوا أمامهم ووصلوا إلى سفنهم فركبوها وانطلقوا متوجهين إلى جزرهم. وصل العلاء رضي الله عنه وهو يلاحق فلول المنهزمين، فإذا به يجد نفسه على ساحل البحر وهو قد جاء بجنود وخيول، لم يأتي بسفن، ما كان أصلا على البحر حتى يخطر في باله أنه سيصل إلى هذا المكان، وهو قد انتصر، لكنه يتوقع أن هؤلاء سيعدون فلولهم بعد أن انهزموا فيرجعوا إليه من جهة أو من طرف آخر، ينزلون إلى اليابسة ويهاجمون جيشه في أي لحظة على حين غرة مثلا. قدر ذلك فنظر ماذا يصنع، كيف يتركهم الآن وهم في مرمى بصره لكن في جزر بعيدة، وليس المكان مكانا يسلك على الأرض لأنه ماء بحر. فجمع من حوله من الجيش وقال: توجهوا وارفعوا أيديكم وقولوا معي. ورفع الرجل يديه وجعل يقول: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الحي القيوم الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وجعل يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العليا، ويستغيث برحمة الله تعالى أن يسير ويهيئ لهم وسيلة يصلون بها إلى أولئك الناس، ويدعو ويدعو ويدعو. ثم فرغ من دعائه وانتهى وركب حصانه وقال: اتبعوني. ومضى الرجل ومن حوله ينظرون إلى أين يمضي هذا الإنسان، فإذا به يمشي بحصانه على الماء، وينظر من حوله إليه فيتبعه أولهم فيمشي بحصانه بإذن الواحد الأحد على الماء، ويتبعه الجيش فيمشوا بخيولهم على الماء حتى يصلوا إلى تلك الجزيرة التي فيها عدوهم. فلما رأى العدو هذا ما عاد يطيق أن يقاتل أحدا، قالوا: ما هؤلاء إلا جن يمشون على الماء، من أين جاء هؤلاء؟ كيف يستطيع هؤلاء أن يفعلوا هذا؟ ما عادوا يطيقون هذا الذي أمامهم، فخارت عزائمهم وضعفت قواهم، وكانت معركة من أسهل ما يكون، لم يكن وراءها إلا استسلام هؤلاء وانتصار المسلمين نصرا عظيما عجيبا. هذه الحادثة التي أكرم الله تعالى بها العلاء بن الحضرمي أيضا رضي الله تعالى عنه نصرا عزيزا للمسلمين، وردا على أوجه الذين ارتدوا على الإسلام وانحرفوا عنه ودعوا غيرهم إلى الرجوع عن دين الله والانفلات من الالتزام بأوامره. ثم إن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه توجه قاصدا متابعة الفتح في تلك الأراضي التي حول تلك المنطقة، وقدر الله تعالى عليه أن يكون مع جنوده يتابع بعض العدو، فإذا به تأتيه حادثة الموت، ينزلونه يجدونه قد توفي، يحفرون له، فإذا الحفرة التي حفروها لما أرادوا إنزاله ليدفنوه يتلألأ فيها ضوء عجيب، قالوا: ما هذا؟ فسدوا الحفرة وفتحوا حفرة أخرى، فإذا ضوء من داخلها يتلألأ ويسطع، فحفروا الثالثة فإذا ضوء يتلألأ ويسطع، فوضعوه فيها ثم أغلقوا عليه وقالوا: ما ذاك إلا لأنه صدق مع الله فصدقه الله تعالى. كان شأن العلاء هذا رضي الله تعالى عنه شأنا عجبا من شؤون الصحابة الفاتحين الذين وجهوا لقتال المرتدين في عصر الخليفة الراشد سيدنا أبي بكر الصديق. أسأل الله لي ولكم أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين. هو نفسه اللي وصل فيه رسول الله من اليمن، فاستقبله عمر قال له: أنت فلان كذا، اللي دعا لك رسول الله، ده غير اسم؟ ده كويس القرآن. كويس القرآن، تمام.